داخل والخارج أداء الشاعر أبو حنظلة. قال ثابت عوض ما كل رجال رجال، عاد في فرق ما بين الرجل والرجل، عاد في فرق ما بين الجناتل والأنذال، عاد في فرق بين أنصافهم والفحولة، عاد في فرق ما بين الرجاجيل الأبطال، عاد في فرق بين البلطجة والبطولة. قال ثابت عوض ما كل رجال رجال، عاد في فرق ما بين الرجل والرجولة، عاد في فرق ما بين الجنات والأنذال، عاد في فرق بين أنصافهم والفحولة، عاد في فرق ما بين الرجال الأبطال، عاد في فرق بين البلطجة والبطولة، عاد في فرق ما بين الريادة والأنذال. يعرضك عرضة الكاذب ومن دون دلال، باي بيعك لأعداعك وياخذ عمولة، عاد في فرق ما بين القزامة والأطوال، عاد في فرق ما بين الخماد والسابولة، هالقزم هو قزم وين افترضنا وانطال، ما يساوي مع العين لاقي مخك رجولة، عاد في فرق ما بين والجهال، عاد في فرق بين الناضجة والطفولة، عاد في فرق بين إنسان كاذب ودجال، والرجل ذي عالم دانك يشلك حمولة، عاد في فرق بين أخوال وذي ما مع خال، بايقول العنب حامض وما قدر يطولة، عاد في فرق ما بين الرعية والأبتال، البت والهوبة فرق ما بين الوقية والأرطال، الوقية تساوي وزن كشرة نخلة، عاد في فرق ما بين الضباعة والأعال، عاد في فرق من سبع الليالي وفولة، عاد في فرق ما بين الأجرع والأشبال، احضر الجر وعما شبل ساري ليولة، عاد في فرق بين كافح وطبال، في النهاية بيرجع كل شي لأصوله، مش كما بعضهم ذي ويشلك منها أقوال، كم يقولك ولا يصدق معك في مقولة، هالرجل هو بأفعاله وما هو بالأقوال، كلمته قيمته ما قيمته بالسيولة، هالسيولة وسخ بي وسخه له وكمال، والذي هو بعقله ما تساوي نعوله، بعضهم يحسب انه يشري الناس بالمال، له يصيب الهدف والناس بيصفقوا له، ما درى ان حاجاتهم من الزرع سفال، ساعة السعي ما يلقى لديهم قبوله، كلمة الحق حق ما شبه شيء تجمل، كلمة الحق ترضي الله وترضي رسوله، ما درى ان ذي بيصفق لهم اعوال، حين احتاجهم كان لن يشمر ديوله، من يريد العنب يسهر ايام وليال، العلام من يباها ما تجيب السهله، يدرس الناس
مثل مثله مثل كل الامثال يخلو الرمش من سحره بليه كحوله. واذكر المصطفى المختار والصحب والآل سيد المرسلين اختار